تحية طيبة لجميع المشاهدين الطيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أخصص لكم هذا الفيديو للتحدث عن معلومات عامة، هي ثلاث معلومات عامة تخص الدول الاسكندنافية. حبيت أستغل الموقع الجميل اللي أنا حين حاليا جالس فيه للاستراحة من أحد حدائق مدينة كارلستاد السويدية. المعلومة الأولى هي عن الجالية المسلمة في دول الاسكندنافية. لو نتكلم عن الجالية المسلمة في السويد، يتراوح عددها أو نسبتها إلى 5%، وهذه نسبة كبيرة تعطي الديانة الإسلامية مركز ثاني بعد الديانة النصرانية في السويد. على فكرة السويد يعني لو نتكلم من أيام القرون العصور الوسطى إلى 900 أو أواخر القرن العاشر كانوا وثنيين، وبعدين اعتنقوا النصرانية الكاثوليكية، وفي بداية القرن السادس عشر تغير مذهبهم من الكاثوليكي إلى البروتستانت، يعني مثل بريطانيا وأمريكا وأستراليا، فصاروا بروتستانت. وهذه بالنسبة للديانة يعني العظمى أو الكبرى في السويد والدنمارك. نأتي إلى الجاليات المسلمة اللي موجودة في السويد. أنا لاحظت يعني المسلمين اللي موجودين هني يعني أعدادهم كبيرة، فعلا كبيرة لا يستهان بها. أغلبيتهم من المهاجرين اللي هاجروا من فترات أو فترات زمنية طويلة، يعني نتكلم عن 30 سنة أو أكثر، وبالإضافة إلى اللاجئين الجدد اللي شردتهم الحروب والظلم في بعض الدول العربية والدول الإسلامية للأسف الشديد، منهم السوريين والعراقيين، وكذلك يوجد هنا يعني مجموعة كبيرة من الجالية الإيرانية. فالسويد تعتبر يعني ملاذ لهؤلاء، لأن السويد من لو نقارنها مع الدول الأوروبية الأخرى من ضمن الاتحاد الأوروبي، هي أكثر الدول تساهلا في القوانين، قوانين اللجوء والهجرة، من كذي يعني اللاجئين يفضلونها، بالإضافة إلى فرص العمل، بالإضافة إلى سكان السويد اللي هو قليل أصلا. فلهذا السبب يعني القوانين هنا يعني سهلة بالنسبة للجوء والإضافة إلى الهجرة. هذه المعلومة عن الجاليات المسلمة في السويد. ننتقل عن للمعلومة الأخرى اللي هي عن اكتشاف القارة الأمريكية. هناك روايات عدة لاكتشاف القارة الأمريكية، أهمها ثلاث روايات. نبتدي بالرواية الأولى والمشهورة عالميا أو رسميا، أن اللي اكتشف القارة الأمريكية هو كريستوفر كولومبس عام 1494، في الوقت اللي يعني طاحت فيه غرناطة، سقطت فيه مدينة غرناطة في إسبانيا أو الأندلس، آخر معاقل المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية. الرواية هذه هي الرواية الشهيرة والمعترف بها عالميا، إلا أن كريستوفر كولومبس يعني كان حملته، لماذا اشتهرت؟ لأن يعني اللي قام بتمويل حملته هي الملكة إيزابيل. الملكة إيزابيل هي اللي قامت بتمويل حملته، فكان يعني رجل غني في الحملات الاستكشافية، وطبعا الفلوس تلعب دور في الشهرة، ويعني كان مدعوم من قبل الحكومة الملكية أو ملوك الكاثوليك في إسبانيا اللي كانت تحكم بإسبانيا بالكامل. وطبعا في رواية أخرى اللي هي الرواية إن اللي قام باكتشاف أمريكا هم العرب،
يمكن تستغربون، وأنا أقول لكم فعلا هذه الرواية موجودة. العرب أو المسلمين اللي كانوا عايشين في الأندلس أو شبه الجزيرة الأيبيرية، هم أول من أطلقوا رحلات استكشافية عبر بحر الظلمات المعروف اليوم بالمحيط الأطلنطي إلى الطرف الآخر من العالم لاكتشاف القارتين الأمريكيتين. يعني بالإضافة أن عند يعني احتلال غرناطة أو سقوط غرناطة في إسبانيا، يوجد في مكتبة غرناطة وثائق ويعني مخطوطات وخرائط للعالم الجديد موجودة في مكتبة غرناطة. يعني جات يعني المخطوطات هذه في يد كريستوفر كولومبس، الأمر الذي شجعه وساعده على أنه يبحر في عبر بحر الظلمات ويغامر. لأن إيش معنى يعني كريستوفر كولومبس طلع في عام يعني في نفس العام اللي يعني سقطت فيها غرناطة، فلأن الإسبان وصلوا إلى غرناطة ودخلوا المكتبة الرئيسية لمدينة غرناطة واستولوا على هذه المخطوطات، وصادف أن هذه المخطوطات جات بين يد كريستوفر كولومبوس، الأمر الذي ساعد على اكتشاف القارات. حتى أن يوم وصل يعني أمريكا الوسطى في بداية أو أول اكتشافه للأمريكيتين، أهل المدينة هناك جابوا له مترجمين. المترجمين كانوا يجيدون اللغة العربية، معناته أن العرب وصلوا لها من قبل، والسكان الأصليين تم يعني قاموا بالتعامل مع الناطقين باللغة العربية. فيعني هم احتسبوا أن هذول اللي جاوا المستكشفين الجدد كذلك عرب، فجابوا لهم من يعني اللي كانوا موجودين عندهم من بقايا الحملة السابقة، فجابوا لهم يعني مترجمين، بعض المترجمين يجيدون اللغة العربية. لذلك قام أردوغان ورئيس الجمهورية التركية بترميم وإعادة بناء مسجد قديم جدا، يقال أنه قام يعني هذا المسجد تم إقامته أو بناءه في بداية عصور الاستكشاف للقارتين الأمريكيتين. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة زين هي الرواية التي تخص الدول الإسكندنافية، ألا وهم الفايكينج. الفايكينج اللي عصرهم كان من سنة 800 ميلاديا إلى سنة تقريبا 1000، وخلنا نقول 1100، كانوا قوم أقوياء ذو بطش، أجساد كبيرة ضخمة بحارة، ماهرين يعني عندهم قوة في البحار لأماكن بعيدة وتحمل مشقة السفر والبرد القارس. فيقال أن الفايكينج هم اللي اكتشفوا أمريكا الشمالية من جهة الشمال، يعني كندا أو شمال كندا، عن طريق الإبحار في شمال المحيط الأطلنطي أو محيط القطب الشمالي المتجمد. طبعا الفايكينج لا شك وهذه شيء يعني مثبت ان هم اللي اكتشفوا ايسلندا، الفايكينج النرويجيين، واستوطنوا ايسلندا اللي هي في الطريق بين اوروبا وامريكا، وكذلك جرينلاند. فلهذا ايسلندا وجرينلاند تابع للدنمارك حتى يعني سنوات قريبة من الآن. أيسلندا انفصلت بعد الحرب العالمية الأولى عن الدنمارك، وغرينلاند تتمتع بحكم ذاتي، هي يعني تصنف تحت التاج الملكي الدنماركي لكن تتمتع بحكم ذاتي. فهذا بسبب أن الاكتشافات اللي صارت عن طريق الفايكينج اللي طلعوا من اسكندنافيا وبالأحرى من النرويج، واكتشفوا الأماكن هذه وضموها لمستعمراتهم. لكن الفايكينج لما وصلوا أمريكا، طبعا لأنهم هم قوم يعني
شايفين نفسهم انهم اقوياء وكان فيهم نوع ما من الهمجية، فاضطهدوا السكان الاصليين في امريكا الشمالية، وهذا الشيء ادى الى يعني قيام مقاومة ضد الغزاة الفايكنج لامريكا الشمالية من قبل السكان الاصليين. يعني شوفوا لو تلاحظون في فرق، يعني كريستوفر كولومبوس أول ما وصل لأمريكا الأمريكيتين يعني قابل السكان الأصليين ليس بالعنف، يعني قابلهم أعطوهم مغريات، مع أنه يعني كانت الأهداف يعني فيها طمع واستعمارية، لكن أنه يعني ما أظهر البطش والظلم بشكل مباشر للسكان الأصليين، الأمر الذي ساعد الإسبان يعني بعد ذلك بتوسعة مستعمراتهم في الأمريكيتين. وإسبانيا على فكرة يعني استعمرت كامل تقريبا كامل أمريكا الجنوبية، يعني أمريكا الجنوبية كلها تتحدث اللغة الإسبانية عدا البرازيل تتحدث اللغة البرتغالية، وما رحنا بعيد يعني الإسبان والبرتغال هم من دول العظمى في الاستعمار. نرجع للفايكنج. الفايكنج استخدموا القوة وأساليب البطش ضد السكان الأصليين، مما ولد مقاومة ضدهم، ومع المقاومة ضعف الفايكنج وجودهم في الـ أمريكا الشمالية في شمال أمريكا. يعني أدى هذا الشيء إلى يعني عودتهم إلى موطنهم الأصلي اللي هو اسكندنافيا. فهذا هذه الرواية تعتبر أسطورة، يعني ما في يعني في بعض الكتب تصدقها وفي بعض الكتب يعني تقول عنها أنها أسطورة. المعلومة الثالثة اللي حاب أنا أتكلم عنها اللي هي جغرافية الأراضي في الدول الاسكندنافية. الجغرافيا في أو التضاريس في الأراضي الإسكندنافية عبارة عن أراضي سهلية كلها سهول، وأراضي جبلية ويعني وجبال عالية كذلك، يعني مثل تقريبا ارتفاعها يقارب ارتفاع جبال الألب في وسط أوروبا. دول إسكندنافيا يعني مثل السويد وفنلندا والدنمارك معظم الأراضي فيها أراضي سهلية. السويد فيها أراضي جبلية لكن في أقصى الشمال الشرقي. هني للنرويج، النرويج تقريبا ثلثين النرويج أراضي جبلية ووعرة وتتخلخلها يعني أنهار أو قنوات مائية. عندنا طبعا أيسلندا المشهورة بالبراكين والبحيرات والجبال، طبعا الجبال وبركانية هناك. هذه هي أيسلندا، هاي طبيعة الأراضي. بالنسبة للسويد الصراحة لحد الحين أنا ما شفت جبال، يعني هي أراضي سهلية، وكذلك الدنمارك. يعني رحلتي من أول ما جيت إلى الآن ما شفت يعني جبال، يمكن شفت مرتفعات يعني ما تتعدى شو أقول لكم 1000 متر يعني كيلو، لكن مو أكثر عن كذي. أتمنى أن المعلومات نالت إعجابكم واستفدتوا منها، وسامحوني على القصور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.